بالنسبة لهذا اليوم هذا ديال 20/11/22 من أجل عقد جمعة مؤتمر وطني العادي الثاني للنقابة الديمقراطية للنقل من أجل اختيار الكاتب العام الوطني لقطاع سيارة الأجرة بالسينفاية وتقريبا كذلك اختيار الكاتب العام الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات لقطاع سيارة الأجرة بالسينفاية. فهذا المؤتمر الوطني ديال الفرع حيث النقابة كتكون من عدة فروع من الكتابة الوطنية للغاز والمحروقات والكتابة الوطنية للوزن الثقيل والكتابة الوطنية لسيارة الأجرة وكذلك الكتابة الوطنيه للمقاولين الذاتيين وعده فروع. هذا الفرع ديال اليوم هو فرع ديال قطاع سياره الاجره بسنفيها من اجل اختيار الكاتب الوطني العام الجديد وكذلك الكتابه الجهويه ديال جهه الدار البيضاء سطات وتزكيه بعض الفروع على صعيد الدار البيضاء وبعض المدن الاخرى. فهذا هو الموعد ديال اللقاء ديال الاخوان كاملين وكنشكروا جميع الضيوف اللي حضروا من جميع اقاليم المملكه اللي كتمثل النقابه الديمقراطيه النقل اللي هي سبعه الجهات في ظرف خمس سنوات اللي النقابه تاسست في 2016 إلى حدود الساعة. والله يوفق الجميع وإن شاء الله يدوز المؤتمر في أجواء طيبة إن شاء الله.